مشاهدينا الكرام احبائي الرياضه على الوطنيه الاولى، اهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد اللي يديرها طاقم تحكيم من السنغال عبد الله فاي. بدل احمر عمليه التقاطع محاوله المرور، رجع الهجوم للاهلي، هجوم سريع محاوله المرور بين جوج مدافعين. ماتيو جارالدا المدرب الاسباني للزمالك احمد الاحمر المميز على الدوام، احمد الاحمر عادل هاني رشيد حاول المرور متفطن مازال واقف كما يلزم دفاع الاهلي المصري. محمد عمر هاي الاعاده التسديد من خارج التسعه المصري 2-2 هو كالعادة أمامكم تسديدة مباراة هدفي الأهلي بإمضاء محمد مهاب. أحمد الأحمر يحاول المرور فما زوز لاعبين من محمد هاشم منسق اللعاب اللي حسنين خالد هو اللي باش يتولى تسجيل رمية السبعة جاوزو يتمكن من تسجيل الهدف الثالث على مستوى الهجوم. محمد عمر، محمد هاشم، احمد الاحمر يسدد والتصدي من محمد سوبر المصري الاسبقيه للزمالك ولا تسديد الكره لهجوم الزمالك. احمد الاحمر هو من يتحمل التصدي عكس الهجوم للحد الان من الدفاع الاهلي. محمد هاشم يسدد الكره، هاني رشيد، خليل مصطفى حاولت المرور وحاولت التسديد توصل الكره كانت طيبه من شادي رمضان. حاولت المرور ممتازه العمليه قوي في تشكيله الاهلي. محمد مهاب، هاني رشيد يحاول المرور ممتع على الاهلي وينجح في الحصول على رميه سبعة امتار. نجاح الهجمه سواء الجماعيه او الفرديه ما تنجمش تجاوز الدفاع اللي مقابلك. هنا يرجع دفاع سوبر سته كما قلت محمد تاكيد لكلامي لقى صعوبه هنا باساج مره اخرى. بوس راول البرازيلي في تشكيله الاهلي. اسلام حسن يحاول يوصل الكره للاعب امامكم على الصوره حسن القداحي راوغ يتمكن من تسجيل الهدف. هنا خط واحد بالنسبة لدفاع الزمالك على مستوى 9 أمتار، يعني في نفس الوقت يكون ثم تغيير المراكز وتغيير المهام. هنا شو التقاطعات توصل الكرة إلى لاعب الدائرة ومرت اللي يتصدى الحارس في كرة اليد وتحط الكرة في الهجوم في مكانها وتسجل، فإنه من كريم هنداوي هذا التصدي الرابع لهذا الهدف الثامن للزمالك المس. كامبوس يحاول المرور يسدد او الهدف السيء. وهاب وراؤول واسلام تسديده خارج المرمى يرجع الهجوم سريع في هذه المباراه. احمد الاحمرق مع هدفين للزمالك المصري. هاني رشيد عمليه التقاطع، اسلام حسن يسدد. اسلام حسن صعيب التصدي لها كان حتى في مكان جيد وصعب على الحارس كريم هنداوي توصل الكره الى لاعب الدائره ما يتحكمش فيها. تشكيله الزمالك شادي رمضان ويضيع الكره الهجوم للاكر الان يدخل في تشكيله ايضا جيمس باركر يحزق اللعب جيدا على القدمين والترا واقف كما يلزم. دفاع الزمالك المصري رفع الايدي من الحكام للاعلان عن اللعب السلبي تسديدة. جيمس باركر يسدد. هاني رشيد وصل الكره الى لاعب الدائره ممتاز قوي قدام جورج او بسرعه الهدف عوض قداح وقت يصعد مرتاح ما يكونش معاه مدافع باش يقلقوا فانه يصعب مستوى زايد اثنين للزمالك بعد التغيير علي من يد لاعب الدائره في الاهلي المصري احمد عادل
مس باركر، أكرم سعد، حسن القديح يحاول إيصال الكرة أيضا للدخول في المنطقة، كان واضح أحمد الأحمر ويتمكن من التسجيل. عليه الرؤية وهو في اتجاه المرمى ديريكت مباشرة. سبعة من وسط الدفاع ما شفناش أهداف من لاعبي الجناح في هجوم الأهلي، يضربوا أكثر، وهذه التسديدة من حسن القديح يرجع الأول للأهلي المصري. من سينهي هذا الهجوم؟ محاولة إيصال الكرة للاعب الدائرة، توصل الكرة للاعب الدائرة، ما ثمش واحد في طريق مفتوح نحو الانتصار. تأكيد على مستوى الأداء كل الدفاع باش ما يقبلش أهداف سريعة وما يقبلش أهداف من هجومات معاكسة. حمين في الأهلي وعلي محمد في الزمالك، حسن مستوى الهجوم، ترجع الكرة سريعة للأهلي المصري. 14 للأهلي، حسن خالد اللي كانت خلف الشوط الأول للأهلي المصري. عملية التقاطع ومرة أخرى توصل الكرة للأهلي المصري. ما شاء الله بنية جسدية كبيرة للاعبي الأهلي المصري، يتقدم دفاع الأهلي على الإقصاء أمتار التسديد ويتصدي. تدخل اي لاعب، لكن الحكم اعطى الكره للاهلي. هذو من الاشياء اللي نحاولوا نذكروهم في بعض التدخلات الحكام كذلك. التسديد الدفاع الاهلاوي، هجوم الزمالك، حسن القديح يمر، حسن القديح والمصري بامضاء المميز. حسن القديح ممتازة عملية التسلسل وإيصال وصلت للجناح، لكن الدخول في المنطقة حسن القديح يسدد. كان الآن في تشكيلة الأهلي محمد مهاب، شفناه في بداية المباراة كان سدد تسديدات وسجل أهداف لمحمد مهاب. إن شاء الله لاباس محمد مهاب. توصل الكرة محمد هاشم منسق العرض في تشكيل ممكن يظهر عملية الانزلاق احتسبوها ماشي بالكرة، وكان فما دفع لذلك اعتقاها من محمد هاشم. وعلاش ما جاوبتكش محمد؟ لأنه كنا يتلقى في الإسعافات، هذاك علاش ما شاهدناش اللقطة كما يلزم. مرة تعطي الوقت مستقبل معطيات أكيد تخلينا الياس نكونوا تقريبا شبه متأكدين اللي المباراة باش توصل حساب على المستوى الوجهه ويقوم ويرجع لاباس. حسن القديح فما 9 امتار توصل الكره للاعب زين، ما رجعش ويلقى النجاعه. محمد مهاب اكيد مع دفاع اكثر حركي للزمالك. المحاوله من جماهير الاهلي الحاضره في القاعه. تفضل. كنت نحكي مع السيد متحف بلطاجي نائب الاول الاتحاد الافريقي. ممتاز لعب محمد هاشم ونسق اللعب في تشكيلة الزمالك. قلت محمد سمحني نرجع لحديثي مع سيد متحف. من 19 هدف سجلهم الأهلي المصري، وانت حكيت الياس على حظ موفق إن شاء الله لممثل تونس الاتحاد النهائي بعد نهاية هذه المباراة المتعادلة إلى حد الآن بين الأهلي والزمالك. في الهجوم الأخير يرجع الهجوم المعاكس أحمد الأحمر ويتصنع الخطر وتحصل على رمية 7 أمتار يتولى تنفيذها أحمد الأحمر. أحمد الأحمر في تشكيلة الزمالك. جميع التتويجات الممكنة للمسابقات الإفريقية الأوروبية ومستوى راقي ومعاملاته مع الزملاء متاعه حاجة تشرف. لاعب عرم السبكي للبرازيلي راول كامبوس. محمد سبب السبكي 7 امتار، وشوف ردة الفعل بعد التصدي والروح الكبيرة لهذا الحارس والإجابة. عودة ياخذ الفارق الزمالك المصري بعد ما كان متأخر ب 3 نقاط. الأهلي المباراة سائرة في توصل الكرة لأحمد الأحمر، حسن القديح يسدد الكرة وفما الاستبعاد منطقي حتى لو كان ما كانش خطيرة. يد الملاعب مشات وجه حامل الكرة والقرار صائب وفي مكان. اسلام حسن اللي يرجع في الهجوم للأهلي. راؤول كامبوس يسدد الكرة، عملية الارتقاء من البرازيلي راؤول كامبوس والتصدي كان لكريم الهنداوي. ولا إيش
خرج محمد عبد الرحمن، دخلتها عبد الرحمن، ودائما التصدي زمالك ملا مباراة صراحة قاعدين نعيش فيها. إسلام حسن حاول يوصل الكرة إلى لاعب الدائرة، ما توصلش الكرة، عكس الهجوم ضد النادي الإفريقي اليوم العشية. فريق تونسي في انتظار ثاني مسا، وذاك باش يكون صالح ذلك الفريق. نعرف الترجي هو الفائز الأول اليوم، ممكن ياخو بعض الوقت للراحة، ممكن نساق نتاع المقابل قداح ما توصلش الدائرة، ويرجع الهجوم سريع على الأهلي والزمالك. فقط تمريرة وحدها، ونشوفوا أكيد حسن القداح سيتولى التسديد. تبقى بين الزمالك والأهلي المصري، أكيد الأنفاس محبوسة الزمالك والأهلي. تحية لهم من أولى، والجميع في انتظار من سيحسم هذه المباراة. يخسر الكرة الزمالك في الهجوم، يخسر الكرة أيضا الأهلي في الهجوم. مباراة ما زالت المباراة لم تبح بأسرارها إلى حد الآن. الأهلي المصري في الهجوم يوصل الكرة إلى اللاعب كلاعب دائرة ثاني حسن القداح، ويقف كما يلزم دفاع الأهلي المصري. محاولة إيصال الكرة إلى اللاعب الدائرة، يقع قطع الكرة عادلة بين الأهلي والزمالك. حسن القداح يسدد الكرة. ثنائي التحكيم يعلنوا فقط عن 9 أمتار كل ثانية بحسابها مع نهاية المباراة. توصل الكرة إلى لاعب الدائرة. 25 25 25، ملا مباراة ملا. أحمد ما احترمش الأمتار في الوضعية هجوميا ودفاعيا. أكيد هجوميا سيلعب بمرمى صغير، لكن هاو باش نشوفوا كيفاش سيتعامل هجوميا. حسن القداح عبد الرحمن، حتى الكوتشينج بين المدربين رتح الحكم. أكيد هذا القرار اللي اتخذه الحكم. من سيتولى تسديد هذه الكرة؟ يتصدى ملا دفاعات وليت في المباراة من الزمالك وفي الأهلي. ما زال الهجوم متواصل. وحاول تمرير الكرة إلى لاعب الدائرة، كانت التمريرة مخطئة، عكس الهجوم للزمالك. فيها 6 ثواني المباراة، وفما 7 أمتار واستبعاد. استبعاد إقصاء مع هجمة دقيقتين. معاكسة سجل من خلالها الزمالك المصري الهدف. 26 حسبها الزمالك المصري. أهلي مبروك للزمالك الترشح إلى رق. إن شاء الله فينال يكون مستوى فني راقي، وبطبيعة الحال إن شاء الله الغلبة اللي تكون ليمثل الكرة اليد التونسية.